بمناسبة تأسيس مؤسسة الأمن الوطني لتونس رقم 65 في ظل الدستور الجديد بعد الثورة الشعبية السلمية وبها ولدت الديمقراطية العصرية، حيث خطب السيد رئيس الدولة بحضور رئيس الحكومة ورئيس مجلس نواب الشعب البرلمان التونسي. وخلاصة القول أن السيد رئيس الدولة هو القائد الأعلى للقوات المسلحة من عسكر وأمن داخلي وديوانة حسب قانون الدستور الجديد أو القانون له للقضاء العدلي فوق الجميع، ومعهم أهل الحصانة البرلمانية. هذا ما جاء به قانون الدستور الجديد، لكن المهم ما في هذا كله هل بعض نواب الشعب هي البرلمان يتمتعون بالثقافة العامة العليا ليحترموا فصول الدستور الجديد أو يحترموا القضاء العدلي والأمن الوطني الداخلي ويؤمنون بدولة القانون والمؤسسات؟ والله جل جلاله يهدي الجميع على طريق الصدق في القول والإخلاص في العمل لفائدة الوطن التونسي.